كأنك ناديتي لي؟ شوفي ريتا، يلا أحكي، بدي أعرف. شوفي أحكي. أكيد عمتي لامتك على موضوع زواجي، مو هيك؟ لحظة استني شوي. ريشاب قال لك شي؟ لا تحطي ببالك ابنه، هو شكله متضايق شوي، لا تزعلي حالك. كارن، كنت بدي أطلب منك طلب، ويا ريت ما تخيبني. بعرف شو بدك تطلبي، بدك ما أتزوج. بريتا، المفروض إنه أنت رفيقتي، على القليلة كوني واقفة جنبي. أنت بتعرفي إنك أكتر حدا بيفهمني بهي الدنيا، شبكي شو عم يصير معك؟ فهماني عليك، مشان هيك عم قلك لا تعمل هيك لو سمحت، لا تتزوجها كاران. عن جد؟ أنت لحد مبارح كنتي واقفة معي، صح؟ مين غير لك رأيك؟ مبارح كنت غلطانة، مشاعرك لإلها مانا واضحة. كاران خلص لا تتزوجها، أنا رفيقتك يلي بتخاف عليك وبيهمها مصلحتك وسعادتك. بعد إذنك ما تتزوجها لمونيشا، كرمالي أنا ما تعمل هيك لو سمحت، بلالة العرس خلص. طول عمرك بتاخد رأيي وهلأ عم قلك بلا بلا لهذا الزواج لو سمحت كاران. عم تفهم علي؟ احكي يلا قول، ما انضل هيك ساكت. ما كان بدي انت تطلبي مني هذا الطلب، انت بتعرفي منيح اني ما فيني ارفض طلب لإلك، ما بقدر قلك لا ابدا. طيب كاران، رح تسمع مني وتبطل هالزواج مو هيك؟ قول ايه لو سمحت، قولا. بتعرفي انه الكل طلب مني هالطلب وما وافقت، بس هلأ انت عم تطلبي مني وأنا رح أتراجع. بس قبل ما نفذ طلبك بدي سبب مهم. شو هو هالسبب؟ وهلأ قليلي ليش ما بدك إني أتزوج؟ بدي أعرف ليش مانك حابة أتزوج. يلا أحكي، شو هو السبب تبعك؟ السبب هو شو هو؟ لأنه إذا تزوجت أنت ومونيشا ما عاد رح تقدر تشوفني كل حياتك. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.